أستاذنا الصدر رضي الله عنه موسوعي مجتهد، العرفان والاضطراب، تحت هذا العنوان وتحت عنوان أستاذنا الصدر عالم ناصح غير معصوم، غرد المرجع الصخي عدة تغريدات بين خلالها عدم العصمة للصدر الثاني التي نفاها الصدر عن نفسه مرارا وتكرارا بقوله أنا أقل البشر وأذنب المذنبين، ويقول أنا غير معصوم، بينما يروج السلوكية لعصمته وينسبونها له وفق تأويلاتهم الفاسدة وعقولهم القاصرة. كان لابد من قطع الطريق على الحركة السلوكية وفتنتها وانحرافها وإجرامها وفسادها، والتأكيد على أن الصدر عالم ناصح غير معصوم، كذلك نفي العرفان الذي يدعيه الصدر الثاني لنفسه، وما حصل من خلط بين العرفان والسحر والشعوذة سببه جلسات تحضير الأرواح والتي بدأت في أمريكا منتصف القرن التاسع عشر سنة 1848 للميلاد، وتأسست جمعيات أمريكية لجلسات تحضير الأرواح بصورتها الحالية وانتشرت في أوروبا وبقية البلدان. فكيف يعتمد الصدر الثاني جلسات التحضير مصدرا للتشريع والنقل التاريخي؟ ليس هذا تأويلا وتحليلا شخصيا، بل بنص ما يقوله في خطب الجمعة ولقاءاته ومؤلفاته. عرفان أم جن وسحر وشعوذة؟ في حديثه عن حضوره لجلسات تحضير الأرواح وأنه اعتمد في إحدى الجلسات على ما قالته تلك الروح التي حضرها شيخه، على أن رأس الحسين عليه السلام تكلم 7 مرات، وهو ما توافق مع ما اطلع عليه في كتاب لكاتب مسيحي، الحسين في الفكر المسيحي لأنطوان بارا، بالرغم من أن التاريخ لم ينقل إلينا ذلك بحسب قوله. يقول الصدر الثاني رضي الله عنه: أنا شخصيا كنت موجودا في جلسة من جلسات تحضير الأرواح، وقد خطر لي أن أسأل أحدهما قائلا: هل تكلم رأس الحسين عليه السلام؟ وكان في حسباني أن تقول نعم أو لا، فكان من العجب أنها قالت تكلم 7 مرات، فقلنا لعله تكلم بهذا المقدار ولم ينقل من التاريخ إلينا، وإذا أمكن ذلك مرة أمكن مرات عديدة، وليس في قدرة الله بمستغرب. أضواء على ثورة الإمام الحسين عليه السلام من صفحة 243 إلى صفحة 245. وأورد المرجع الصرخي عدة استفهامات على قول الصدر: هل يعقل أن يترد العلم إلى هذا المستوى؟ وهل يعقل أن أستاذنا يستقي علمه من جلسات تحضير الجن؟ وما سر هذه الأرواح والجن؟ على فرض كونها أرواح أموات من الإنسان، فليخبرنا عن الصلاحية والقدرة والقوة الغيبية التي يمتلكها الشخص الذي حضر الأرواح، بحيث أخرجها من جنة البرزخ ونعيمه أو من نار البرزخ وشقائه. قال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. سورة هود من آية 106 إلى آية 108. وتساءل أيضا: هل الجن ثقة ومعصوم يتم الاستناد على قوله؟ هل تلك الروح لجني أو إنسان؟ هل هي روح حي أم ميت؟ هل اعتمد على قول نفس الكائن الذي تم تحضيره؟ هل نحتاج لعلم رجال جمعيات تحضير الأرواح وعلم رجال برزخية؟ الصدر الثاني يخالف بديهة لغوية وعرفية، تجربة عملية. في رواية المنهال: رأيت رأس الحسين عليه السلام على رمح وأمامه رجل يقرأ سورة الكهف. من الذي يقرأ، الرجل أم رأس الحسين؟ طلب المرجع الصرخي بأخذ مقتبس الرواية وعرضها على الأبناء الأعزاء في الصف الثالث الابتدائي بأي لهجة مناسبة، وتوجيه السؤال لهم: من الذي يقرأ سورة الكهف في الرواية، رأس الحسين أم الرجل؟ وفعلا تمت التجربة عمليا، فكان جوابهم واضحا وسريعا: إن الرجل هو الذي يقرأ، وأمامه رجل يقرأ سورة الكهف. فكيف خالف الصدر الثاني هذه البديهة ويصر على أن فاعله يقرأ في قوله
يقرأ سورة الكهف، يعود إلى رأس الحسين عليه السلام. أضواء على ثورة الإمام الحسين عليه السلام من صفحة 243 إلى صفحة 245.